يواجه الرئيس الكرواتي المنتهي ولايته إيفو يوسيبوفيتش جولة إعادة حاسمة في 11 من الشهر المقبل للفوز بفترة رئاسية ثانية لمدة 5 أعوام، وذلك بعد فشله في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى وتأمين نسبة الأصوات الكافية من ناخبين أصابهم الاستياء من الوضع الاقتصادي المتدهور. وبعد فرز معظم أصوات الناخبين الأحد، أظهرت النتائج تقدم يوسيبوفيتش المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بنسبة 38.5% من جملة الأصوات، تليه بفارق ضئيل كوليندا غرابار كيتاروفيتش من الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وحصلت على 37% من الأصوات. وتعاني كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو من العام الماضي من كساد عمره 6 سنوات، مع تدني فرص تحقيق نمو اقتصادي في العام القادم. ومنصب الرئيس في كرواتيا شرفي إلى حد كبير، ولدى رئيس البلاد سلطة في السياسة الخارجية والاستخبارات، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن ليس لديه سلطة لمنع إصدار القوانين. ويوسيبوفيتش خبير وملحن للموسيقى الكلاسيكية، وفاز بفترته الرئاسية الأولى بتعهدات بمكافحة الفساد، لكن انخفضت شعبيته مع دخول البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ استقلالها عام 1991، فيما شغلت كيتاروفيتش مناصب وزيرة الخارجية وسفيرة كرواتيا لدى واشنطن، وأيضا مسؤولة بحلف شمال الأطلسي. رحاب علاء، رويترز.